اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطيه الاخباريه المباشره تاتيكم على شاشه قناه النيل الاخبار حول اخر المستجدات في الحرب الدائره على قطاع غزه بعد ان وصل عدد الشهداء الى قرابه 19,000 شهيد وعدد المصابين الى ما يناهز ايضا 51,000 مصاب. هذا الرقم جعل من دولة الاعتداء كان الصهيوني في موقف مرفوض من الرأي العالمي إلى حد أن الأمم المتحدة في آخر جلساتها حصلت على تصويت بالأغلبية لرفض الاعتداء على قطاع غزة وقصف المدنيين وطالبت بتصويت كامل وقف الحرب فورا، إلا أن الجانب الإسرائيلي يتعنت في هذه الحرب على لسان قادته بدءا من رئيس وزراء الحرب بنيامين نتنياهو وانتهاء بوزير خارجيته الذي تعنت وأعلن برغم تصويت الأمم المتحدة أن الحرب مستمرة. هذا ما جعل الخلاف يتسع والفجوة تتسع بين الجانب الإسرائيلي والحليف الذي يدعم هذه الحرب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتأى أن استمرار هذه الحرب وأن قصف المدنيين يقلل من الدعم الدولي والعالمي لهذه الحرب، وطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الحرب وتحديد الأهداف وعدم قصف المدنيين. على الجانب الآخر تستمر إسرائيل في تعنتها وتستخدم ما يسمى بالقنابل الغبية التي تصيب المدنيين مما جعلت الحياة في غزة شبه مستحيلة، هذا إلى جانب نزوح سكان قطاع غزة مع قدوم بوادر فصل الشتاء وبداية البرد، ما يهدد بمأساة إنسانية كبرى لم تشهدها فلسطين منذ نكبة 48. عموما آراء هنا وهناك سنتناولها خلال هذه التغطية للتعرف على حقيقة الموقف وما قد يرتأي المحللون والمراقبون النهاية لهذا الموقف، ولكن بعد متابعة التقرير التالي ابقوا معنا. تحركات دبلوماسية وتغيرات معلنة في الموقف الأمريكي إزاء إسرائيل حليفة واشنطن المدللة التي تعيث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة فسادا غير مسبوق. زيارات على أعلى مستوى لكبار القادة الأمريكيين إلى تل أبيب بدءا من الرئيس الأمريكي جو بايدن ووصولا إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان للضغط على سلطة الاحتلال من أجل تغير وتيرة الحرب على قطاع غزة. فمع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الثالث وتزايد عدد الضحايا المدنيين من سكان القطاع، تزايدت الانتقادات الدولية وبشكل خاص من جانب منظمات حقوق الإنسان على إسرائيل من أجل وقف استهداف المدنيين. تلك الضغوط الدولية المتنامية دفعت مؤخرا الإدارة الأمريكية إلى الخروج عن صمتها المشين والدعوة إلى إحداث تغير في شكل الحرب في أسرع وقت وبذل مزيد من الجهود من جانب قوات الاحتلال لحماية المدنيين في غزة. ظهر ذلك جليا من خلال مباحثات سوليفان مع القادة في إسرائيل، حيث دعاهم إلى تخفيف حدة العمليات العسكرية في قطاع غزة والانتقال إلى عمليات وصفها بالأقل شدة، وذلك عقب أيام من تحذير الرئيس الأمريكي إسرائيل من أنها تخاطر بخسارة الدعم الدولي بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة. اهلا بحضراتكم من جديد بعد متابعة التقرير. نبدا في استقبال المداخلات الهاتفية لتحليل اخر ما توصلت اليه الاوضاع في غزة والموقف العالمي، وينضم الينا هاتفيا دكتور احمد عبد المجيد خبير العلاقات الدولية. دكتور احمد تحياتنا يا فندم. تحياتي لحضرتك والقناة
قناة النيل والسادة المشاهدين. يعني دكتور بداية الولايات المتحدة وبالإعلان عن موقفها أنها تتعارض مع وجهة النظر الإسرائيلية في استمرار الحرب، برغم أن الولايات المتحدة كما هو معروف هي أول من أيد هذه الحرب، يعني كيف ترى تأثير اختلاف وجهتي النظر بين الطرفين؟ في البداية يا فندم أحب أقول لحضرتك أن الموقف العالمي أصبح النهاردة بعد يوم 70 للحرب العشوائية على إلى موقف الانقسام والميل إلى عملية الدعم لوقف إطلاق النار بدلا من اعتبار أنه إسرائيل كانت تتعرض لهجوم في مثلا يوم 7 أكتوبر كما قيل في جلسات مجلس الأمن اللي احتاج لشهر كامل لكي يرى أن هناك ضرورة لوقف إطلاق النار قبل أن يتوقف عن ذلك. جلسات مجلس الأمن اللي طرحت القرار الأممي اللي أيدته 153 دولة وهي أكبر من عدد الدول التي أيدت أوكرانيا في موقفها اللي تعرضها أمام روسيا، 153 دولة أيدت وقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية، ومع ذلك لم يتوقف إطلاق النار وتبحث الولايات المتحدة عن سبل لمحاولة إقناع إسرائيل التي أصبحت بالنسبة للولايات المتحدة تمثل عبء كبير كما صدر في تصريحات الرئيس بايدن خلال الأيام السابقة، وبات على أثرها زيارة مستشار الأمن القومي سوليفان إلى إسرائيل لمحاولة إقناع الحكومة الإسرائيلية بتخفيف الهجوم أو آلة الحرب العشوائية وعدم تعرض المدنيين للقتل العشوائي كما ذكر التقرير منذ قليل. نعم دكتور، يعني مع الضغوط المتزايدة على الجانب الإسرائيلي سواء على المستوى العالمي أو حتى من الجانب الأمريكي على الضغط الداخلي اللي بتشهده حكومة اليمنية المتطرفة حكومة نتنياهو، إلا أنه بدأ في الأفق أن الجانب الإسرائيلي يحاول لفت الأنظار إلى ماذا بعد هذه الحرب وماذا عن السلطة الإدارية، كيف ستكون على قطاع غزة، وماذا أيضا عن طبيعة وشكل الحكم في فلسطين ما بعد الحرب. أليست هذه أو هل تعتبر هذه نوع من المناورة لجذب الأنظار إلى قضية أخرى مع استمرار القصف، أم أن هناك يعني مرحلة أخرى ستشهدها فلسطين في الفترة القادمة؟ خليني أقول لحضرتك أن النهاردة إحنا أمام فرصة سانحة، فرصة رائعة لمحاولة لم الشمل الفلسطيني بضرورة توحيد القرار الفلسطيني ما بين السلطة الفلسطينية وسلطة الفصائل في غزة كي يتم إصدار ما يسمح للفلسطينيين بإدارة غزة بعد الحرب. هذا ما ألمحت إليه الولايات المتحدة وكانت تبحث عن آلية ما بعد الحرب، بعد انتهاء الحرب من الذي سيدير القطاع. خليني أرجع بالأمور لحضرتك أن مصر منذ عشرات السنين كانت تنادي دائما بضرورة التوحيد الصف الفلسطيني الفلسطيني، وخلال السنوات السابقة كانت هناك عدة زيارات للفصائل الفلسطينية في مصر تحت رعاية المخابرات العامة المصرية، كانت تدعو دائما لتوحيد الصف الفلسطيني وعدم الذهاب إلى هذه الحالة التي نراها اليوم والتي تبحث عنها الولايات المتحدة وتستفيد إسرائيل منها بظهور حالة الشق داخل الصف الفلسطيني في الضفة وغزة. اليوم نحن أمام هذه الفرصة الرائعة لوصول حالة الاستقرار، ولا سيما أن استغلال حالة الضغط التي نراها داخل الشارع الإسرائيلي بأن الشعب الإسرائيلي يدعو حكومته لوقف إطلاق النار قبيل أعياد الميلاد. نعم. ومحاولة الضغط على حكومة نتنياهو بضرورة الوصول إلى الإفراج عن المحتجزين داخل قطاع غزة قبل أعياد الميلاد، وهي الهدنة التي كسرتها إسرائيل ولم تستكمل الإفراج عن الرهائن أو المحتجزين داخل قطاع غزة لمحاولتها إكمال الحرب مرة أخرى.
هناك خطر يعني يجول بأفق إطالة أمد هذه الحرب مع إصدار مجرد تصريحات فقط من الولايات المتحدة غير ملزمة لإسرائيل بإيقاف هذه الحرب، وإن كانت هناك تصريحات تقول أن على الرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن يقوم بتغيير حكومته التي تسببت في هذه الأزمة بقراراتها المتضاربة والقرارات التي جعلت الحرب تصل إلى أبعاد خارج السيطرة. نعم. السلطة الفلسطينية لابد أن تدير قطاع غزة ولا أحد غيرها بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية، وتوقف هذه الحرب أصبح أمرا يبحث العالم عنه اليوم، وكما قلت أن 153 دولة تؤيد قرار وقف إطلاق النار للقرار للإجراءات الإنسانية، هو قرار لابد أن يلتزم العالم به، لأن اليوم أصبح مجلس الأمن بمجرد جلساته لا يعد أكثر من مجرد تصريحات أو قرارات أو مجرد جلسات تصدر عنها بيانات غير ملزمة للدول التي تقوم بالاعتداء على الدول الأخرى والتي تقود عملية السلام في المنطقة العربية. يعني دكتور، الجانب الأوروبي بدأ يتراجع في عملية تأييد هذه الحرب، والجانب الأمريكي أيضا، وإسرائيل يعني تتجه إلى تسليح المدنيين وطلبت تقريبا يعني بإدخال ما يقارب 260 ألف قطعة سلاح للمدنيين، بالفعل هي سلحت حوالي 31 ألف مدني يعني، وده أدى إلى أن الجانب الأوروبي رفض أو أعلن أنه سيرفض دخول المستوطنين الحاملين لهذه الأسلحة. هل هذه المواقف قد تتجه إلى التصعيد مع التعنت الإسرائيلي والاستمرار في الحرب؟ أم من الذي يدعم كل هذه القوة في أن واحد؟ خليني أقول لحضرتك أن الخسائر التي نالتها إسرائيل أو قوات الاحتلال بدخولها لقطاع غزة كانت خسائر غير متوقعة حتى على الجانب التقدير العسكري الإسرائيلي نفسه. المعركة التي دارت داخل حي الشجاعية خلال الأيام السابقة دفعت الحكومة الإسرائيلية لمحاولة التعتيم والتغطية على هذه الخسائر، محاولة بعض الأبواب الخلفية، نعم، واستغلال وجودهم كتأييد لهذه الحكومة المتوحش في هجومها وقنابلها الغبية التي تطلقها على القطاع. هي محاولة تثبيت للإسرائيليين الراغبين في مغادرة إسرائيل بعد تدهور الأوضاع داخل إسرائيل بشكل كبير جدا، الأوضاع الاقتصادية منهارة نتيجة ضعف التبادل التجاري أو الحركة التجارية وتوقف ميناء إيلات بشلل شبه كامل بعد هجوم الحوثيين على السفن التابعة لإسرائيل، أدى إلى ضعف حركة الاقتصاد داخل إسرائيل ودفع الكثير من الإسرائيليين لمحاولة رغبتهم بمغادرة إسرائيل إلى أوروبا، وهو ما قاله البيان الاتحاد الأوروبي أنه يرفض دخول المستوطنين الإسرائيليين من إسرائيل أو يقلل الحركة التي تخرج من إسرائيل إلى أوروبا خلال الأيام القادمة. الأوضاع التي تدور اليوم في شمال إسرائيل بعد تعرضه لعدد من الهجمات من جنوب لبنان حزب الله، والأوضاع الداخلية التي تعرضت لها إسرائيل بوجود الجنود الاحتياط داخل الشعب الإسرائيلي ووجودهم داخل الجيش وتوقف الاقتصاد بشبه الكامل وخروج عدد من المستوطنات عن الخدمة وإفراغها من أهلها ووجودهم داخل الملاجئ لمدة 70 يوم يؤكد أن الداخل الإسرائيلي يشتعل بقوة ويجبر هذه الحكومة على ضرورة وقف إطلاق النار فورا، لأنها أصبحت حكومة فاشلة لا تقوى على إيجاد أي حلول ولم تنجح في تحقيق حتى أهدافها التي أعلنت الشعب الإسرائيلي نفسه، ولم تنجح حتى اليوم في أنها تقول أنها قادرة على الصمود أكثر من ذلك، وهو ما حذرت منه القوى العالمية في دخول إسرائيل حرب برية لأنها ستعتبر حرب النهاية بالنسبة لهذا الجيش الذي لا يغلب على حرب الشوارع حرب المدن والغير متدرب بشكل كامل عنها وظهر الأيام.
نعم دكتور احمد عبد المجيد خبير العلاقات الدولية، انا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة، كنت معنا على الهاتف مباشرة على شاشة قناة النيل للاخبار. وينضم الينا الاستاذ مصطفى زكريا الكاتب والمحلل السياسي. استاذ مصطفى تحياتنا يا فندم. تحياتي لحضرتك يا فندم، تحياتي لجميع الساده المشاهدين. يعني بدايه استاذ مصطفى، يعني بدات تظهر بعض الاصوات من حزب الليكود اللي تزعمه نتنياهو بتطالبه بتحديد اهداف هذه الحرب، يعني بعد دخول اليوم 70 تقريبا في هذه الحرب، وهذا الحزب لا يعي ولا يدرك ما هي الاهداف، بما تفسر ذلك؟ وهل نتوقع مزيد من ارتفاع الاصوات داخل هذا الحزب؟ وهل يمكن ان تؤثر هذه الاصوات على قرارات رئيس الحزب؟ خليني في الاول اقول ان يعني اسرائيل منذ البدايه لما كانت بتخطط لحربها ضد قطاع غزه ردا على طوفان الأقصى في 7 أكتوبر لم تكن تتخيل أن هذه الحرب سوف تمتد أكثر من شهر. هي كانت تتمنى أن تكون حرب خاطفة، حرب استهداف القدرات العسكرية لحركة حماس من خلال الطلعات الجوية ومن خلال استهداف بعض النقاط المحسوبة على مراكز القيادة في حركة حماس، ولكن للأسف كانت النتيجة مزيد من الضحايا من جانب المدنيين، وصلوا حتى اليوم احنا بنتكلم في اكتر من 18,000 ضحية. نعم. الى جانب وجود اكتر من 5,000 تحت الانقاض. النهاردة المجتمع الدولي ويمكن دوت كان تسبب في يعني ظهور خلاف واضح بين الرئيس الامريكي ورئيس الوزراء الاسرائيلي في الايام الماضية، حينما تحدث الرئيس الامريكي عن ضرورة تغيير حكومة نتنياهو، خاصة ان هذه الحكومة لم تحدد اهدافها منذ اليوم الاول، هل هي تستهدف القضاء على قدرات حماس العسكرية وهي فشلت بالفعل في هذا الهدف، هل هي تسعى الى تهجير اهالي قطاع غزة الى رفح المصرية وهي حتى الان فشلت في هذا المخطط، ام انها تسعى الى احتلال القطاع مرة اخرى مثلما كان الامر في السابق. هذه الحكومة يعني وجدت في حرب غزة وسيلة لتبرير كل الفشل الاقتصادي والفشل السياسي والفشل الأمني اللي مرت به خلال الفترة الماضية. طبعا الجميع يعلم بأن تشكيل حكومة نتنياهو واجهت بعض المشاكل والصعاب في البداية، فبالتالي كان مضطر أنه يستعين ببعض وزراء متطرفين منهم وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير اللي كان بيدعو إلى تسليح الشعب الإسرائيلي تحت دعوة حماية أنفسهم، وبالتالي هو يسعى اليوم إلى يعني تسليح جميع أفراد الشعب الإسرائيلي، فده بيؤدي إلى مزيد من التصعيد ومزيد من العنف بين الإسرائيليين وبين الفصائل الفلسطينية التي تسعى إلى مقاومة المحتل الإسرائيلي. طبعا النهاردة الأصوات اللي من داخل الرأي العام الإسرائيلي ليست من فراغ، ولكن النهاردة شايفين أن في مظاهرات في أكثر من 8 مدن أمريكية بيقود هذه المظاهرات أشخاص من الديانة اليهودية ولكنهم ضد الحركة الصهيونية. النهاردة إسرائيل بتفقد كل وسائل الدعم الدولي يعني وكل وسائل الممكنة اللي كانت بتعول عليها إسرائيل للعودة إلى المشهد من جديد. شايفين النهاردة إن إسرائيل بتخسر كل يوم، ليس فقط على المستوى العسكري، احنا بنتكلم على المستوى الاقتصادي، استمرار بنود الاحتياط داخل هذه الحرب بيؤثر على القدرات التصنيعية خاصة بالشركات والمصانع في إسرائيل. شايفين النهاردة ان في علامات تجارية وشركات كبرى تغادر إسرائيل. شايفين النهاردة الهجرة يوميا من تل أبيب الى عواصم أوروبا بالنسبة للإسرائيليين الذين يحملون جنسيات أجنبية أخرى. النهاردة بنتابع كلنا زيارة مستشار الأمن للرئيس الامريكي في اسرائيل ولقاء بعض من المسؤولين. هو النهاردة بيتكلم عن لابد ان يكون هناك خطة واضحة للايام القادمة، هناك سقف زمني لانهاء هذه العملية وانهاء هذه الحرب الدموية، لان المجتمع الدولي اليوم يقف ضد اسرائيل، وليس انا لا اتحدث عن مستوى الحكومات ولكن اتحدث على مستوى الشعوب. نعم. يعني النهاردة احنا شايفين انه يعني هي عزلة دبلوماسية كاملة يعني تقريبا ايضا بالضبط، ده حقيقي. نعم. يعني النهاردة الولايات المتحدة بتطلب من اسرائيل ان يتم تعديل خطتها داخل قطاع غزة. النهاردة شايفين ان الحماقة العسكرية زي ما انا بسميها دايما الاسرائيلية
بتقود بهذه الحرب إلى مزيد من الضحايا، مزيد من استهداف المدنيين، مزيد من الأوضاع الإنسانية الصعبة داخل قطاع غزة. النهاردة احنا بنتكلم عن وجود آلاف الجثث داخل الأنقاض، هناك خطر بيئي بيهدد سكان غزة. غزة تحتاج إلى يعني عقود حتى تعود مثل ما كانت عليه في ما قبل 7 أكتوبر. وفي سؤال مهم جدا يتسأل النهاردة، ماذا بعد انتهاء هذه الحرب؟ من سيكون المسؤول عن فاتورة هدم غزة وتحويلها إلى هذه الصورة التي نتابعها يوميا؟ نعم. احنا بنشوف كل يوم استفزاز من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، يمكن تابعنا مقطع فيديو لاحد جنود الاحتلال الإسرائيلي وهو يردد بعض الأغاني من التراث الإسرائيلي داخل المسجد، وهذا كانت يعني أنا شفتها إهانة لينا كعرب وإهانة لينا كمسلمين أن يتم التعامل مع المقدسات بهذا الشكل. كل يوم جنود الاحتلال بيرتكبوا مجازر وبيرتكبوا استفزاز، ليس فقط في حق الشعب الفلسطيني ولكن في حق الشعوب العربية جميعا. ده بياخدنا إلى المسار وإلى الدعوات المصرية التي تم إطلاقها من جانب القيادة السياسية منذ اليوم الأول بأنه لا بد من إنهاء وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات وإقرار حل الدولتين على أساس يونيو 67 وخروج الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وفي المقابل أن يكون هناك صفقة لتبادل الأسرى. يعني وأنا أعتقد أن مصر هيكون لها دور كبير الفترة اللي جاية فيما يتعلق بموضوع تبادل الأسرة بين الجانبين. ده في حالة هدنة يا أستاذ مصطفى. بالضبط. يعني بالضبط. إذا ما كان هذا هو الموقف الأمريكي الذي يوجه إلى إسرائيل اللوم على أنها بتفقد الدعم العالمي، إذا لماذا، وإذا كان هذا أيضا هو موقف مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي طالب بوضع وتحديد رؤية وأهداف واختلاف الرئيس جو بايدن مع نتنياهو، إذا لماذا توقف الولايات المتحدة كافة الجهود الساعية لوقف هذه الحرب وتستخدم الفيتو؟ المتحكم الأول في الولايات المتحدة الأمريكية وفي البيت الأبيض والمتحكم الأول في الرئيس الأمريكي هو اللوب الصهيوني الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وتأسيس عدد من مؤسسات التمويل، والجميع يعلم أن هذه المؤسسات من يقف وراءها ومن يدعمها ومن يمولها ومن هي العائلات التي تحكم العالم. فبالتالي أن النهاردة إحنا لما نيجي نقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما يكون الرأي العام الأمريكي أو الشعب الأمريكي ضد هذه الحرب، ولكن الولايات المتحدة هي في الأول وفي الآخر تخدم مصالحها. مصلحة الولايات المتحدة هو الوقوف إلى جانب الكيان الصهيوني، ومن ثم كافة القرارات التي يسعى المجتمع الدولي إلى القيام بها من أجل وقف فوري لإطلاق النار سوف تواجه من قبل الفيتو الأمريكي. النهاردة الولايات المتحدة تستخدم حق الفيتو في أن هي تمنح رخصة بالقتل إلى الكيان الصهيوني المحتل لاستهداف الشعب الفلسطيني الأعزل واستهداف المدنيين والأطفال والأبرياء. ومن ثم لابد أن يكون هناك مزيد من الضغط على دوائر صنع القرار في البيت الأبيض وفي الكونجرس الأمريكي، لأن مثل هذا الضغط من جانب الشعوب ومن جانب دافع الضرائب هو الحل الوحيد. النهاردة احنا عارفين أن الشعب الأمريكي بيحاكم جو بايدن، والنهاردة في تهم بتوجه إلى الرئيس الأمريكي وربما هو بيواجه خطر العزل من منصبه. فبالتالي طوق النجاة لي من هذه الأزمة هو الوقوف إلى جانب إسرائيل، لأن الجميع يعلم بأن إسرائيل أو الكيان أو اللوب الصهيوني داخل الولايات المتحدة هو ما يتحكم في رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مهما كان حزب جمهوري أو حزب ديمقراطي، لكن في النهاية هناك مصالح، لغة المصالح هي من تتحدث. مؤسسات تمويل صهيونية، نتحدث عن يعني كبار الممولين محسوبين على الكيان الصهيوني. فبالتالي الولايات المتحدة يعني إن تحدثت بلغة العقل أحيانا وأنه لابد من وقف إطلاق النار، هي تتحدث اليوم عن تعديل الخطة العسكرية التي تقوم بها إسرائيل، والتي بصدد هذه الخطة هناك مزيد من ضحايا المدنيين. فبالتالي هم يتحدثون عن ضرورة أن يكون هناك سحب تدريجي لقوات المشاة الإسرائيلية المتواجدة داخل شمال ووسط قطاع غزة لتقليل الخسائر، لأننا طبعا نعلم بأن حرب الشوارع التي تقوم بها حركة حماس ضد جنود الاحتلال، يعني الجميع يتابع ويشاهد. نعم. أن القدرة العسكرية تصب في كفة حركة المقاومة، ويمكن كان تابعنا الكمين اللي تم نصبه في حي الشجاعية وبعض الفيديوهات والمقاطع اللي تم توصيلها لاستهداف. نعم. الآليات العسكرية.
ففي النهاية يعني احنا بنتحدث عن لابد من وجود مزيد من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار الكيان الصهيوني على وقف هذه الحرب التي إن استمرت ربما تتحول إلى حرب إقليمية، وهذا ما تسعى إليه دولة الاحتلال إسرائيل، لأن إسرائيل في العقيدة الراسخة لدى الجيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه جيش لا يهزم، أنه جيش لا يستطيع أن يتحمل هزيمة أخرى مثل التي تحملها في حرب 6 أكتوبر 73، تعرض لهزيمة تانية في 7 أكتوبر 2023، فبالتالي هو يبحث عن استعادة هيبة الجيش الذي لا يقر فيها المنطقة، لأنه يعني دايما شايف نفسه أنه أقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط. نعم أستاذ مصطفى، يعني بعد استمرار وتكرار اعتراض جماعة الحوثي للسفن الإسرائيلية العابرة في باب المندب، تدخل أو ظهر صوت لرئيس إسرائيل إسحاق هرتزوغ بيحذر الجانب الحوثي، هل هذا يعني أنه ربما تتسع دائرة الصراع، وأم أن الدعم الإيراني لجماعة الحوثي سيكون أقوى من أن تحد إسرائيل من هذه الاعتراضات في البحر؟ يعني زي ما حضرتك تحدثت عن اعتراض جماعة الحوثي للسفن المرة من باب المندب، بحكم جغرافية المكان نحن نعلم بأن المسافة بين إسرائيل تل أبيب وبين اليمن آلاف الكيلومترات، وبالتالي استهداف السفن المحسوبة على دولة الاحتلال الإسرائيلي هو نوع من أنواع نوع من أنواع حق الرد اللي بتعتمده جماعة أنصار الله الحوثي لدعم المقاومة، حركة المقاومة في قطاع غزة. ولكن هذا الأمر في النهاية يؤدي بنا إلى أن يكون هناك أطراف متعددة متضررة من هذه الحركات أو من هذه العمليات التي تقوم بها جماعة أنصار الحوثي، خاصة أن هناك إنذار يتم توجيهه من جانب هذه الجماعة إلى كافة السفن التي تمر. يمكن من يومين كان تم يعني اعتراض سفينة ناقلة نفط نرويجية بصاروخ، يعني وكان قبلها في احتجاز سفن، فبالتالي اشتعال هذه المنطقة المطلة على البحر الأحمر هو أمر خطير جدا، ليس فقط على تل أبيب ولكن على يعني على مستوى المنطقة بأكملها. يعني احنا نعلم بأن مضيق باب المندب هو شريان لقناة السويس، فبالتالي تعرض هذا المضيق لأي نوع من أنواع المضايقات وبيؤثر على حركة الملاحة، وبالتالي يؤثر على حركة مر السفن. أمر آخر أن خطوط الملاحة الدولية هي خطوط يعني دايما يعني بتقام الحروب من أجل هذه الخطوط، لأن نعلم بأن التأثير على حركة التجارة العالمية هو يؤثر في النهاية على السلع والبضائع وأسعارها وما إلى ذلك من المسائل الخاصة باللوجستيات وسلاسل الإمداد والتمويل. فبالتالي يعني لابد النهاردة أن يكون عندنا وقف فوري لإطلاق النار، لابد أن يكون هناك استماع إلى صوت العقل، لأن المتضرر في النهاية هو أهل فلسطين وقطاع غزة على وجه التحديد. أما فيما يتعلق بأن تكون هناك أيادي دولية أو قوى إقليمية بتحرك جماعة أنصار الحوثي، نحن نعلم جميعا بأن إيران هي الداعم الأول لأنصار الله الحوثي في اليمن، وحزب الله في لبنان، وبعض الجماعات الشيعية المسلحة في سوريا وفي العراق، وهي جماعات بتعتمد على سياسة الحرب بالوكالة. النهاردة إيران بتوفر لها كل ما يلزمها من تدريب ومن تمويل ومن سلاح، وهي تكون تكتفي فقط بالعناصر البشرية المدربة، وكذلك رسم الخطط. النهاردة احنا يعني يمكن كان من الحوادث او الحوادث الغريبة اللي حصلت منذ ايام ان يتم اعتراض سفينة، هذه السفينة كانت في طريقها الى ميدان اسدود في إسرائيل. هذه السفينة رغم انها لم تكن معلوم بانها سفينة إسرائيلية ولا معلوم وجهتها الإسرائيلية، لكن تم اعتراضها وتم اعتراض هذه السفينة معلومات استخباراتية من جانب إيران. يعني صحيح. إيران النهاردة بتقوم بدور استخباراتي مع جماعة أنصار الله الحوثي. طب بالعودة إلى غزة والحديث في غزة، يعني هل تتوقع أن حديث المزدوج من مستشار الأمن القومي الأمريكي عن مسألة إعادة النظر في السلطة على قطاع غزة، وحديث نتنياهو عن إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب، هل هذا يرمي إلى مواجهة فكرة إقامة دولة فلسطينية أو مسألة حل الدولتين كنوع من التصريحات الاستباقية لإلغاء هذه الفكرة أم ماذا؟
هو يعني يمكن النهارده الملفات اللي بيتم مناقشتها، هو يمكن مستشار الامن القومي بيناقش عدد من الملفات، يمكن كان على راسها هو فكره ان يكون هناك سقف زمني لانهاء هذه الحرب، لان اطاله زمن هذه الحرب يؤثر على مصير الانتخابات الامريكيه القادمه، ربما يؤثر على الاقتصاد العالمي. وعندما نتحدث عن الاقتصاد العالمي نتحدث عن لغه المصالح، بان هناك دول تتعرض حكومتها لضغط من الراي العام المحلي، فبالتالي تعيد التفكير مره اخرى فيما اقامته من صفقات ومن معاهدات ومن يعني خطط للمستقبل للتبادل التجاري. ولكن فكره ان يكون هناك النهارده بنتكلم عن دوله فلسطينيه او دوله زي ما الكيان المحتل وصفها بانها دوله منزوعه السلاح او دوله محدوده القدرات العسكريه، او ان يعود مره اخرى حركه فتح يكون لها السلطه الفلسطينيه يكون لها القرار فيما يتعلق بتحديد مصير قطاع غزه. النهارده يعني كل هذه الاقتراحات تجاهلت وجود حركه حماس داخل القطاع، وبالتالي نعم حركة حماس هي تتحدث حتى اليوم عن أن لا قطاع غزة بدون حركة حماس. حتى اليوم قيادات حركة حماس بتؤكد على استمرارها داخل قطاع غزة وعلى توليها زمام السلطة والأمور، وبالتالي إسرائيل بتضع لنفسها أهداف لن يمكن تحقيقها في المستقبل القريب ولا المستقبل البعيد، لأن احنا النهاردة رغم كم المعاناة الذي يعانيه الشعب الفلسطيني نتيجة هذه الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، إلا أن الرأي العام الداخلي داخل قطاع غزة لازال حتى الآن متماسك، لازال حتى الآن داعم لحركة المقاومة، لازال حتى الآن يؤيد كل ما تقوم به حركة المقاومة لصد العدوان الإسرائيلي. فبالتالي كل محاولات تفتيت الجبهة الداخلية الفلسطينية هي محاولات فاشلة. نعم. مستشار الأمن القومي طبعا يعني نحن نعلم بأن هو قادم بملف خاص بتحقيق رؤية إسرائيل فيما يتعلق بتحقيق أهدافها، ولكن من منظور أمريكي. نعم أستاذ مصطفى زكريا الكاتب والمحلل السياسي، أنا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة، كنت معنا على الهاتف مباشرة على شاشة قناة النيل للأخبار. وينضم إلينا مشاهدينا الأستاذ أيمن باهي نائب رئيس تحرير جريدة المصر. أستاذ أيمن تحياتنا يا فندم. تحياتي يا فندم. يعني أستاذ أيمن بداية الخسائر التي تكبدها الجانب الإسرائيلي في حي شجاعية وهي تعتبر هي خسائر أخيرة، وبإعلان الجانب الإسرائيلي يعني قرابة 135 قتيل تقريبا يعني لقوا حتفهم من جنود الجيش الإسرائيلي، هذا طبعا بالتأكيد بخلاف ما يخفيه الجيش الإسرائيلي عن خسائر في أرواح أخرى ومعدات وما إلى ذلك. هل قد يشكل الضغط الداخلي في إسرائيل نوع من التأثير على نتنياهو ليتراجع عن هذه الحرب غير محددة المدى؟ أكيد بالطبع، هو في إسرائيل دلوقتي بتواجه عاملين من الضغط، ضغط داخلي وضغط خارجي. الضغط الداخلي يتعلق بالأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وده بيمثل حمل وعبء ثقيل على نتنياهو وعلى حكومه الطوارئ عند نتنياهو. وفي الضغط الدولي، لان حاليا في الوضع الحالي نقدر نقول ان اسرائيل لاول مره تخسر حرب اعلاميه بهذا المظهر بسبب السوشيال ميديا وبسبب انتشار المناظر المفزعه والارقام القتلى اعدادها الرهيبه للجانب الفلسطيني، وده ادى لتغير في وجهه نظر المجتمع الدولي لدوله اسرائيل، وده ممثل ورقه ضغط كبيره جدا على الحكومه الاسرائيليه الحاليه، بالاضافه لمساله الاسرى الاسرائيليين اللي عامله ارق للحكومه الاسرائيليه وعلى راسها طبعا نتنياهو، اللي بيشوف حاليا او هو رؤيته الحاليه ان لازم يبادر حركه حماس وان هو بيسعى للافراج عن الاسرى، لكن بالنسبه للمجتمع الاسرائيلي هو شايف عكس ذلك، لان شايف ان اغلب الاسرى الاسرائيليين بيموتوا بسبب القصف الاسرائيلي لقطاع غزه. دي ورقه ضغط مهمه جدا على اسرائيل لوقف الحرب وعلى قطاع غزه، بالاضافه للضغط الدولي اللي يتقوده حاليا، رغم ان حاليا امريكا تعتبر يعني اكبر داعم لاسرائيل، الا انها حاليا بتقود الضغط الدولي على اسرائيل لوقف اطلاق النار في غزه بسبب
النتائج المترتبة على الحرب ديت، لأن طبعا حضرتك عارف إن في المرحلة الأخيرة ممكن إن يتسع نطاق الحرب، ومصر الإدارة المصرية حذرت من ده أكتر من مرة بعد الهجمات اللي تمت من خلال اليمن أو من خلال حزب الله اللبناني من الجنوب. فده بينذر وبيدق ناقوس الخطر. نعم. إن باتساع حرب إقليمية على مستوى المنطقة، فبالتالي أمريكا تعي ذلك جيدا، وده اللي أدى ودفع الرئيس بايدن إنه يضغط على إسرائيل في محاولة لإيقاف الحرب على قطاع غزة تخوفا من اتساع نطاق الحرب، وده هيهدد المصالح الإقليمية لكل الدول في المنطقة. هل هذه الدعوة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن هل هي نوع من تبييض الوجه أم مواجهة للأصوات التي بدأت في الداخل الأمريكي تنادي أو تطالب بمحاكمته على دعمه للجانب الإسرائيلي، أم أنها تخفي هذه التصريحات من ورائها ربما مؤامرات يعني غير معلومة أو لم تتبدى خيوطها بعد؟ هو نقدر نقول أن بايدن في المرحلة المقبلة، رئيس بايدن في المرحلة المقبلة هو مقبل على انتخابات رئاسية زي نتنياهو في إسرائيل، فبالتالي الضغط اللي موجود في أمريكا وكمية التظاهرات الموجودة في أمريكا تعمل للقضية الفلسطينية دي بتمثل ضغط كبير جدا على إدارة بايدن، بالإضافة للضغط العربي المستمر ودول المجتمع الإسلامي المستمر ودول العالم كله، لأن القضية دلوقتي أصبحت أكثر وضوحا بالنسبة للمجتمع الدولي بالنسبة للشعوب الدولية على مستوى العالم، على عكس الفترات السابقة. الفترات السابقة كانت إسرائيل بتروج لنفسها دايما إنها دولة مظلومة وإنها دولة مهددة وما إلى ذلك، لكن في الحرب الحالية على قطاع غزة إسرائيل كشفت عن وجهها الحقيقي البشع للأسف، فده أدى إن خلاص كل العالم عارف حقيقة دولة إسرائيل على مستوى الشعبي، فده بيمثل ضغط على كل الحكومات الدول الأوروبية والدول الغربية اللي بتعتبر إسرائيل يعني زي ما نقول أصل من أصولها في المنطقة عندنا في المنطقة العربية، وبيعتبروها ورقة ضغط على المنطقة على منطقة الشرق الأوسط، وده هيؤدي في النهاية لوقف إطلاق النار، خصوصا إن نتنياهو خلاص هو شايف إن الانتخابات الجاية هو تقريبا الموضوع منتهي بالنسبة له بسبب الحجم الأسرى الكتير اللي تم قتله بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وبرضه بايدن الرئيس الأمريكي بايدن متخوف جدا من الانتخابات القادمة بسبب انخفاض شعبيته بشكل كبير للغاية من منذوبات الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. نعم أستاذ أيمن، يعني بالفعل هناك مطالبات ومحددة حتى من قبل الإدارة الأمريكية لنتنياهو بتحديد أهداف الحرب والحد من الحرب العشوائية واستخدام القنابل الغبية ووضع خطط تكتيكية محددة التأثير لقصف سواء للمقاومة أو في قطاع غزة بشكل عام، لكن عملية النزوح هي لا تزال مستمرة من قبل سكان غزة على معبر رفح في الجانب الفلسطيني. ما النتائج المتوقعة في الأيام القادمة خاصة إذا ما كان الموقف المصري معلن برفض عمليات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية بهذه الصورة؟ في المسألة دي تحديدا الموضوع يعني واضح للغاية، لأن الإسرائيليين نفسهم في الميديا الإسرائيلية ووسائل الإعلام الإسرائيلية أعلنوا ده بوضوح إنهم عايزين يهجروا قطاع غزة وعايزين يهجروا الضفة الغربية وسيطروا على منطقة فلسطين بشكل كامل. فإحنا كإدارة مصرية وكحتى حكومة فلسطينية والمقاومة الفلسطينية نفسها والدول العربية ده شيء مرفوض بالنسبة لهم بشكلا وموضوعا، والرئيس السيسي أكد في أكثر من اجتماع وأكثر من مؤتمر على ضرورة إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وإن هو ده الحل الوحيد للأزمة القائمة حاليا، وأكد أكثر من مرة إن أي نزوح للفلسطينيين لأي دولة من الدول المجاورة ده يعتبر تصفية للقضية الفلسطينية، وده شيء غير متفق يعني مفيش أي حد موافق عليه، مرفوض تماما سواء من المصريين الحكومة المصرية أو حتى الفلسطينيين أنفسهم أو حتى الدول العربية، لأن أي تهجير أو نزوح للفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة ده معناه تصفية القضية الفلسطينية
وده شيء مرفوض تماما لدى الاداره المصريه ولدى الادارات اداره الخدمات العربيه على المستوى يعني على المستوى الاعلى. نعم. اذا استاذ ايمن باهي نائب رئيس تحرير جريده المسا، انا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخله، كنت معنا على الهاتف مباشره على شاشه قناه اندي للاخبار. مشاهدينا الكرام، كانت هذه واحده من تغطياتنا حول مستجدات الاوضاع في قطاع غزه. تابعونا دائما على شاشه قناه النيل للاخبار على مدار الساعه. دمتم في امان الله.